السلام عليكم، مرحبا بنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحه جميعا وسعاده يا رب. اليوم سويت لكم فيديو مميز جدا وعشبه صراحه، انا استفدت منها شخصيا، جربتها بنفسي. العشبه هذه المعجزه هي عشبه الكزبره. ما تتخيلون يا بنات كيف فعاليتها في انقاص الوزن، وايضا لها مميزات مره كثيره. طبعا الكزبرة هي غنية عن التعريف، موجودة في كل بيت، تستخدم في جميع أنواع البهارات، نستخدمها يوميا. بس اللي ما يعرفون كثير الناس، وأنا صراحة كنت منهم، أنها تخفف الوزن بشكل رهيب يا بنات، تسد الشهية، تزيد من حرق الدهون، وأيضا مفيدة جدا لمرضى السكري. الحين أنا بوريكم طريقتي كيف أسويها. الحين صفيتها، يعني بدأ وتحطين ملعقة من الكزبرة الناشفة وعلى كوب مويه حاره، تتركينها لحد ما تبرد، وبعدين تصفينها وتشربينها. الكزبره كمان من الاعشاب اللي تقضي على الدهون بشكل طبيعي وامن وفعاله جدا. ايضا يا بنات هي تحسسك سبحان الله بالشبع. انا لما بديت استخدمها كنت ما اكل، يعني مره تسد نفسك عن الاكل، تحسسك بالامتلاء وبالشبع، لان هي تعمل اصلا على امتلاء المعده. ايضا هي بعد يا بنات تحتوي على الكالسيوم، فيها الكالسيوم بكميه كبيره، وايضا فيها كثير من الفيتامينات والمعادن، وهي اصلا تستخدم المشروب، مفيد جدا، ينزل الوزن ويقضي على الدهون بشكل طبيعي وامن. هذه يا بنات حبيبات الكزبره، هذه حبيبات الكزبره الناشفه، وهذا شكلها وهي مطحونه. يعني طبعا لازم تنقونها كويس يا بنات، لان فيها اعواد. انا لما اشتريتها تفاجأت ان فيها كثير من الاعواد، يعني لازم تكون نظيفة ومنقينها كويس. وهذه شكلها بعد ما نقيتها وطحنتها، طبعا هي زي ما قلت لكم المشروب مفيد وطبيعي وامن لانزال الوزن. ايضا هي بنات مفيدة جدا لمرضى السكري، وانا ايضا استخدمتها بنفسي، بس انا استخدمت الحبيبات من دون طحن، مضغ مع ملعقة صغيرة كذا براس الملعقة، احط حبة سوداء، ومع هذه حبيبات الكزبر الناشفة. ايضا ظهري بنات، انا صراحة ما جربتها، لكن انها ممكن تستخدمين الكزبرة طازجة، اكيد اي شيء طازج يكون فعاليته اكبر واحسن من اللي صار ناشف. انا طريقتي في استخدام الكزبرة اني زي ما قلت لكم، بعد ما اجهزها واتركها تبرد، اكون كمان مجهزة شاي اخضر، واذا اكلت الوجبة اشرب معاها، يعني اخلط الكزبره مع الشاي الاخضر واشربهم بعد الوجبات. جربوها يا بنات شهر بس، راح تنزلون بشكل رهيب، يعني ما لا يقل بالشهر عن 10 كيلو. خففي بس كميات الاكل وامشي مده ساعه يوميا، وراح تشوفين نتيجه مبهره. يعني قللي من اكل الدهون، خاصه في العشاء في الليل، خففي العشاء في الليل، خلي عشاك خفيف، زيدي البروتين والخضروات وامشي مدة ساعة وتشوفين تنزلين منها لا يقل عن 10 كيلو إن شاء الله بإذن الله. أرجو أن يكون هالفيديو خفيف وظريف ولطيف، وأرجو أنكم تكونون استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. ابنا أشوفكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء لا تنسون دعم القناة باللايك والاشتراك. شكرا لكم، إلى اللقاء.